مشاهدينا إلى فيديو آخر نال تفاعل كبير وإعجاب أيضا من المتابعين. أظهر الفيديو طفلة منزعجة من إهدار جارها للمياه بطريقة غير مسؤولة. لنشاهد ماذا فعلت. يلا يسممون وإحنا ننظف وراهم. ليش تلعب بالمي؟ مو يحسن مات عطشان؟ شلون عمو؟ ليش تلعب بالمي هيك؟ مو لحسن عطشان؟ وانا موت من العطش اشتشو ما ادري شلونك هو مي يعني ما تلحسين عطشان تلعب بالمي ما تحسين عطشان سلام الله عليك ابو عبد الله ما تحكين على هذا جاي رش بالصنده ان شاء الله يلا بالله وتجيني مدري منين